شيل اثنين من هنا واثنين من هنا زي ما
مقبول، ويتفضل بقى 21 اللي هم الـ A chain و 30 اللي هم الـ B chain، وهم الاثنين interconnected together زي ما احنا شايفين. Interconnected ازاي؟ interconnected by two disulfide bonds بين سيستمين نمرة 7 في الـ A chain ونمرة 7 في الـ B chain، وبين سيستمين نمرة 20 في الـ A chain مع 19 في الـ B chain. اوكي؟ 20 في الـ A chain مع 19 في الـ B chain، كل واحد منهم كان سيستمين في الأول، دلوقتي جمعناهم مع بعض أصبحوا 60، وكذلك 7 مع 7. اوكي؟ الـ 2 disulfide bonds دول بنسميهم interchain. Interchain يعني ايه؟ يعني between the two chains. هل في other disulfide bonds في الانسولين؟ ايوه، في واحده زياده. انما مفيش connecting the two chains بقى المره دي. امال ايه؟ اذا intra chain مش interchain، intra chain. يعني داخليه في chain A بين 6 و 11. 6 برضه 60 و 11 60. هنشيل من كل واحده هيدروجين ونشبكهم مع بعض ونعملوا 60 intra chain disulfide bonds. حتى عندي سؤال في الستراكشر اوف انسولين؟ طيب الانسولين بيتصنع الاول مش از برو انسولين، حاجه قبليه كمان اسمها فري برو انسولين. ايه الفرق يا اولاد بين الفري برو انسولين اللي هو فيه 109 امينو اسيد، وبين البرو انسولين اللي احنا شفناه من شويه وفي 86 امينو اسيد؟ الفرق 23 امينو اسيد. دول موجودين فين بقى؟ موجودين عند الامينو ام، وبنسميهم ليدر سيكونس او ليدنج سيكونس او ليدنج بيبتايد او سيجنال بيبتايد. كل دول بيطلقوا على الحته الزياده اللي هتتشال كمان شويه اللي هو عامل الامينو ام. اوكي؟ بتتشال امتى؟ اما البري برو انسولين يعدي من الاندوبلازم كريتيك. هو طبعا بيتصنع فين البري برو انسولين؟ الرايبوسوم زي كل البروتين. وده سكريتوري بروتين هيبقى سكريتد، وبالتالي بيتصنع على اي نوع من الرايبوسومز؟ على الاتاشن للاندوبلازم كريتيك اللي هي الراس اندوبلازم. وبالتالي البيبتايد شين اول ما تطلع تروح معديه من الاندوبلازمك على طول. بتعدي بايه يا ترى؟ بالامينو اند ولا بالكربوكس الاند؟ ليه بالامينو اند؟ مش عشان في اسئله بتطلع، ده دي اللي بتتبني الاول. لو كنا فاكرين السنه اللي فاتت الامينو اند هي اللي بتتبني الاول. انا ببتدي دايما بالامينو اند. انما طبعا كمان علشان فيها مجموعة من الأمينو أسيدز بتساعد على الخروج من الإندوبلازم ريتيكولم. مين يا ترى الأمينو أسيدز اللي تساعد على الخروج من الإندوبلازم ريتيكولم؟ الهيدروفيليك ولا الهيدروفوبيك أمينو أسيدز؟ الهيدروفوبيك، لأن الإندوبلازم ريتيكولم دي إيه؟ سيل ميمبرينز الأخرى، يعني ليبيد باي لاير. وفعلا هذا الليدنج سيكونس بيبقى ريتش ان هيدروفوبيك امينو اسيدز، وده اللي بيسهل خروجه من الاندوبلازم كريتيك. ليه بقى بنسميه ليدر سيكونس او ليدنج سيكونس او ليدنج بيبتايد او سيجنال بيبتايد؟ ليدنج يعني ايه؟ يعني هو اللي ماشي في المقدمه. ليدنج ليدر، مين هو الليدر؟ اللي هو بيمشي هناك، اللي هو بيمشي قدامهم وبيوريهم الطريق فين. ده الليدر. مش كده؟ فده اسمه ليدنج سيكونس because it leads the peptide chain through the endoplasmic reticulum. هو اللي بيوجه البيبتايد شين ناحيه الاندوبلازمي ريتيكولم ويعديها من الاندوبلازمي ريتيكولم. وهي معديه بقى هنقطع اول 23 امينو اسيد ويتفضل عندي بقى البرو انسولين. يبقى كده حولت البري برو انسولين الى برو انسولين، وانا بعدي
antimere de endoplasmă retecran, de enzime maxus, făcut pe endoplasmă retecran, bifoc pe aul de lata vașline mină. Uit fabal receptor de mânie, îl hoa al pro-insulin. Îl hoa de marna pe care mă com în A-chain o B-chain, oa connecting pe tiles. A-chain 21 o B-chain 30, adi 51, o cam am șans sau 30 în hol connecting pe tiles, o conecte zem on na nekeda, betai sa fai zon zelo na hom ale. Ok? O va nekeda, jahsal eva pri bolzi apparatus, il sipi fai di che, be peptidase in lai maxuos, shari ben trepse, la nu lefok il basic amino acid de la atraf de on na nekeda, fa bici li sipi fai, 31 amino acid, zem 4 amino acid kemen, ilo shenne kada il connecting peptide kollo arvahu, ui tfaddal il A wal B chains, shabki il maba, zem onna, kada muamlin del insulin molecule. Ok, il insulin was C-peptide, bani kada, هيتخزنوا في البيتا جرانيول زي ما قلنا اللي موجوده في البي سيلز اوف ايلتس اوف لانجر هاند اوف ذا بانكريس. هيتخزنوا هنا. We need it, we are secreted. هما الاثنين secreted مع بعض. السي بيبتايد والالين. مع قليل من البرو انسلين. مع قليل من البرو انسلين. Now mostly insulin and سي بيبتايد. و secreted طبعا in equimolar quantities يعني ايه equimolar quantities يعني عدد المولكيولز دول قد ليه؟ لان كل برو انسولين بيتقسم الى ايه؟ الى انسولين سي بيبتايد يبقى لازم في عدد متساوي من المولكيولز مش طبعا مش عدد متساوي من الوزن انما عدد متساوي من المولكيولز وبالتالي في هنا نقطه مهمه بقى لو واحد ضعيف وانا عايز اعرف هل البنكرياس بتاعه بيفرز انسولين ولا ما بيفرزش ها وهذا الشخص بياخد انسولين هل اقيس الانسولين ولا اقيس السي بيبتايد ليه بقى لان لو انت لو قست الانسولين ممكن اقيس الانسولين انا بديه له انما لما اقيس السي بيبتايد انا ضامن ان ده يعادل الانسولين اللي هو بيفرزه بس فاحنا دايما بنفضل نقيس السي بيبتايد في الناس دول عشان نتاكد ان اللي بيفرز ده جاي من البنكرياس مش اللي انا بعمل له انجكشن. اوكي؟ يمكن الكلام ده تكونوا خدتوه في الفيزيولوجي. مش انتوا خدتوا الانسولين في الفيزيولوجي؟ لسه مفهوم؟ اوكي هتاخدوه ان شاء الله. طيب الانسولين احنا بنعبر عنه او عن كميته باليونتس ليه يا ترى؟ دي حاجه قديمه جدا كثير من المواد زمان اللي احنا ما نقدرش نقيسها بالوزن ليه؟ لانها كميتها ضئيله جدا في جسمنا بنقيسها بالوحدات. ايه الوحدات دي؟ الوحدات هو الاثر البيولوجي للماده اللي انا عاوز اقيسها. ما انا يهمني ايه في الماده اللي عاوز اقيسها؟ البيولوجي افكت مش كده؟ فالحاجه البيولوجي افكت ده هو اللي انا هعبر عنه باليونت من الماده. يعني على سبيل المثال ايه البيولوجيكال افكت بتاع الانسولين اللي هعبر عنه بانه 1 يونت. قالوا هنعمل الاكس هنجيب رابت وزنه 2 كيلو. رابت طبيعي وزنه 2 كيلو. وقيس البلاد شوجر بتاعه، دايما الرابت البلاد شوجر بتاعه الفاستنج بلاد شوجر بتاعه بيبقى 120 ملي جرام بر ديسيليتر. اعلى مننا شويه. اوكي؟ واديله كميه من الانسولين. لو الانسولين ده وقف بلاد شوجر من 120 الى 45 يبقى الانسولين اللي انا اديته ده يعتبر 1 يونت اوف انسولين. اوكي؟ ما حدش يحفظ الكلام ده. مش عايزين نحفظه. بس انا عاوز افهمكم ايه المقصود بكلمه يونت. اليونت دي كانت تستعمل زمان في كثير من الهرمونات وما زالت مستعمله. بالرغم ان دلوقتي الانسولين احنا عارفين ان ال1 يونت تعادل 35 مايكرو جرام.
يعني ممكن من دلوقتي انا اقول انا هدي لك مثلا 70 مايكروغرام، يعني هدي لك 2 يونت سم. ها؟ اند سو اوكي؟ هديك 140 مايكروغرام، يعني ايه؟ يعني فايروس. لا احنا ما بنستعملش بقى المايكروغرام. ما زلنا بنستعمل النظام القديم اللي هو اليونتس. بقول البيشنت ده انا هدي له مثلا 10 يونتس او انسولين علشان اصلح الدايبيتس بتاعه، او هدي له 20 يونت او 50 يونت حسب كل واحد الريكوايرمنت بتاعه قد ايه. احنا بنعبر، ما زلنا بنعبر عن الانسولين باليونتس بالرغم من دلوقتي نعرف اليونت تعادل قد ايه. كثير بقى من الهرمونات ما زلنا بنعبر عنها باليونتس، سواء اف اس اتش او ال اتش او برولاكتين، كل دول بنعبر عنهم
في بوتاسيوم شانلز على البي سيلز، هذه البوتاسيوم شانلز سنسيتيف تو اي تي بي. لو زاد الاي تي بي يحصل ايه؟ البوتاسيوم شانلز دي تقفل البوتاسيوم شانلز. طب البوتاسيوم شانلز لما تقفل يحصل ايه؟ يحصل ديبولاريزيشن او ذا بلازما ممبرين، السيل ممبرين يحصل له ديبولاريزيشن نتيجه قفلان البوتاسيوم شانل، البوتاسيوم مش هيخرج، يحصل ديبولاريزيشن. طب وما يحصل ديبولاريزيشن؟ في فولتج جيتد كالسيوم شانل موجودين على السيل ممبرين، دول يضربهم ايه؟ دول سنسيتيف تو فولتج. اما يحصل ديبولاريزيشن يحصل ايه للكالسيوم شانلز دول؟ يفتح. يبقى البوتاسيوم شانلز تقفل والكالسيوم شانلز تفتح. وما تفتح الكالسيوم شانلز يحصل ايه؟ الكالسيوم يخش جوه الخلايا، يبقى كده زودنا الانتراسيلولار. الانتراسيلولار كالسيوم هيزيد بطريقه اخرى كمان بالاضافه، ازاي؟ ان الكالسيوم اللي بيخش ده بينشط الفوسفوليبيس سي، ففي فوسفوليبيس سي اللي موجود على البلازما مبريك ده لما بيشتغل لما بيتنشط، احنا خدنا زمان ان احنا بننشطه بطرق اخرى مش كده ولا ايه؟ زي الاسيتيلكولين مثلا بينشط هذا البوتاسيوم شانل، بينشط الفوسفوليبيس سي. طيب لما يتنشط الفوسفوليبيس سي يعمل ايه؟ يكسر الفوسفوليبيد الى الانوسيتول تريسفوسفيت ودايسيكليت، مش كده؟ والانوسيتول تريسفوسفيت يعمل ايه؟ يزود برضه ريليس اوف كالسيوم في داخل الخليه من الاندوبلازم كريتيكولم ومن الميكروبيوم. يبقى الكالسيوم زاد بطريقتين، إيه؟ مبدئيا اما قفل البوتاسيوم شانل الفولتج جيت الكالسيوم شانل فتحت دخلت الكالسيوم. لان الكالسيوم لما دخل نشط الفوسفوليبيس سي وده طلع الانوسيتول تريسفوسفيت، والانوسيتول تريسفوسفيت عمل ريليز اوف انتراسيلولار كالسيوم من الاندوبلازم كريتيك. طيب وبعدين لما يزيد بقى الكالسيوم داخل الخليه ده اللي هيساعد على افراز الانسولين من الخليه. يبقى كده عرفنا الميكانيزم اوف سكريشن. اوكي؟ سواء بقى علينا او مش علينا شوفوا كده هتاخدوها في المحاضره ولا لا. طيب هل في حاجات اخرى بتنظم افراز الانسولين غير الجلوكوز دم بالضبط؟ ايوه الجاسترونتستينال هرمون اللي احنا قلنا انها بتساعد على افراز الانسولين دي من اهمها طبعا زي ما قلنا الجلوكاجون لايبيبتايد 1، وقلنا ده بيستعمل دلوقتي فعلا في علاج الدايبيتس، بيساعد اللي هو جي ال بي 1 جلوكاجون لايبيبتايد 1. والجاستريك انهبيتوري بيبتايد جي اي تي، وكمان هنزود عليهم السيستوكاينين ده تاثيره اقل شويه. الاثنين الاولانيين اهم، ده برضه البوليسيستوكاينين كمان بيساعد على افراز الانسولين. كمان سيرتن امينو اسيدز بيساعدوا على افراز الانسولين. هو عموما الامينو اسيد بيزود، ده بالذات مين اكتر امينو اسيد بيزود؟ اللوسين والارجينين. اللوسين والارجينين بالذات اكتر امينو اسيد بيساعد على افراز الانسولين. تفتكروا ده ليه؟ ليه اكتر امينو اسيد بيساعد على افراز الانسولين؟ جلوكوجينيك لان الانسولين مهم عشان البروتين ميتابوليزم، مهم عشان الامينو اسيد ميتابوليزم، مهم عشان الانابوليك افكت بتاعه بيساعد على زياده انتاج البروتين، زياده تصنيع البروتين. فاذا وجود الامينو اسيد بيدي فرصه للانسولين انه يزيد علشان يساعد على بناء البروتين. الادنفرين بقى انهبس انسولين سكريشن عن طريق الالفا افكت بتاعه، ده بيوقف الانسولين سكريشن. اوكي؟ ايفن اذا كان الجلوكوز موجود، يعني حتى لو الجلوكوز موجود تو ستيميليت انسولين، لو في ادنفرين عن طريق الالفا افكت بتاعه يقلل الانسولين سكريشن.
وده يفسر ان الابنفرين لما يزيد في الدم لمده طويله يعمل دايابيتس. Continual exposure of the body to epinephrine is diabetogenic. Okay. طيب كمان certain pharmacological agents او drugs can stimulate insulin secretion. من اهمهم السلفونيل يوريا جروب اوف drugs. سلفونيوريا جروب اوف drugs دول لهم ريسبتور موجود على السيل ممبرين بيعمل اثر زي الجلوكوز، يعني برضه بيقفل البوتاسيوم شانلز. ها؟ اما الريسبتور بتاع السلفونيوريا ده اللي على البلازما ممبرين بتاع الدي سيلز يتعرض للسلفونيوريا ويتحد معاها يقفل لي البوتاسيوم شانلز ويؤدي الى نفس التاثيرات بتاعة الجلوكوز. وبالتالي من اهم الادويه دلوقتي المستعمله لعلاج الدايبيتس هم السلفونيوريا جروب اوف دراجز. أربعة. مش دول مش
عندك مين دايسلفايد بوند؟ كل دايسلفايد بوند عامله كام هيدروجين؟ اثنين. اشتغل. يبقى احنا عاملين كام هيدروجين؟ اربعه. يبقى عاملين كام جلوتاثيون موليكيول؟ اثنين. اربعه جلوتاثيون موليكيول. عاوزين اربعه جلوتاثيون، لان كل جلوتاثيون موليكيول بيديني 1 هيدروجين. يبقى عاوزين اربعه جلوتاثيون موليكيول. دول يتحولوا الى ايه؟ طبعا ده بنسميه ايه هذا الجلوتاثيون؟ بنسميه ريديوسد جلوتاثيون، لانه شايل هيدروجين. اما شيل منه الهيدروجين كل اثنين يمسكوا مع بعض. وبالتالي يديني 2 جي اس اس جي، 2 اوكسيدايزد جلوتاثيون. يعني انا ببتدي باربعه ريديوسد جلوتاثيون، اخذ منهم اربعه هيدروجين اتومز واحولهم الى 2 اوكسيدايزد جلوتاثيون، والاربعه هيدروجين اتومز هم اللي هيفكوا الاتش شين من البي شين. وبعد ما فكناهم يجي بقى فروسيوليتيك انزايم نون سبيسيفيك يبتدي يكسر البيبتايد شين ويحولهم الى امينو اسيد. اوكي. طيب ايه الميكانيزم اوف اكشن اوف انسولين؟ زي كل الهرمون. طبعا في اختلافات بس في مبدا. كل الهرمونز بيشتغلوا ازاي؟ بيتحدوا مع ريسبتور. كل الهرمونز لازم تتحد مع احيانا الريسبتور ده زي ما احنا عارفين يكون على سطح الخليه على البلازما ممبرين سيرفيس ريسبتور، واحيانا يكون داخل الخليه انترا سيلولار ريسبتور. مش كده؟ ايه امثله على هرمونز بتشتغل ثرو ان انترا سيلولار ريسبتور؟ ثايرويد هرمون مظبوط، والاسترويد. كل الاسترويد هرمونز بانواعها مختلفه، سواء الجلوكوكورتيكويد، الميمالوكورتيكويد، بروجسترون، استروجين، اندروجين، كل دول الريسبتور بتاعهم داخل الانترا سيلولار ريسبتور. اوكي؟ كويس. واكتف فيتامين اي اللي هو هيالورونيك اسيد يعتبر دلوقتي هرمون، ولانه بيشتغل بنفس الطريقه عن طريق برضه الانترا سيلولار ريسبتور. كل دول بيشتغلوا بالانترا سيلولار ريسبتور. تقريبا كل الهرمونز الاخرى بتشتغل عن طريق ريسبتور موجود على البلازما. وخدنا قبل كده طبعا الجلوكاجون الريسبتور بتاع البلازما بريك، مش كده؟ وخدنا الابنفرين كمان الريسبتور بتاع على البلازما بريك. وكل البروتين هرمونز والبيبتايد هرمونز الريسبتور بتاعهم على البلازما بريك. ها؟ لان البروتينات ما بتعديش من البلازما بريك، فلازم الريسبتور بتاعهم يكون من بره. اوكي؟ صحيح الابنفرين ممكن يعدي من الممبرين، انما الريسبتور بتاعه برضه بره. اوكي؟ زي ما درسنا قبل كده. طيب ايه هو الانفرين ريسبتور بقى ده؟ ايه تركيبته يا ترى؟ ادي الليبيد باي لاير بتاع البلازما ممبرين. وادي الانفرين ريسبتور. عباره عن تو ايدنتيكال سمول اكسترا سيلولار ابلوكشين. و two large transmembrane beta chains. ان الالفا تشين صغيرين موجودين خارج الخليه. البيتا تشينز كبار وبيعبروا خلال الممبرين بحيث لهم اكسترا سيلولار بار جزء خارج الخليه وده اللي ماسك في الالفا تشينز، وانترا سيلولار بار ده موجود في داخل الخليه، وترانز ممبرين بارت جزء بيعدي من الممبرين. دول اثنين بيتا تشين كبار زي ما قلنا، واثنين الفا تشين صغيرين. والاربعه مشبكين مع بعض عن طريق ايه؟ دايسلفايد بونز. دايسلفايد بونز هي اللي مشبكه الاربعه بيبتايد تشينز مع بعض. اوكي؟ الالفا تشينز هم اللي بيمسكوا بالانسولين، لان زي ما قلنا الانسولين بيفضل بره اساسا. فبيمسك هنا في الالفا تشين. وبعدين اما يمسك الانسولين في الالفا تشين ياثر على البيتا تشين، يعمل فيها ايه بقى يا ترى؟ يحصل لها اوتو فوسفوريليشن. اوتو فوسفوريليشن يعني it becomes phosphorylated. طب الفوسفوريليتد يحصل على مين يا ترى؟ طبعا على واحد من الايه؟ امينو اسيدز. ضروري واحد من الامينو اسيدز مع البروتين. مين يا ترى؟
الشين هي الكامل اللي نفسها فوسفوريليشن على الثيروسين وبالتالي يبقى لها هي اخرى طبعا الاكشن ده يعتبر ايه؟ يعتبر بروتين تيروسين كايناز اكتيف. يعني ليه بقول بروتين؟ لا انا ممكن اقول تيروسين كايناز وبس مش كده؟ ليه؟ اولا كايناز يعني ايه؟ يعني بيدي فوسفيت لحاجه جلوكوكايناز يبقى يدي فوسفيت للجلوكوز فروكتوكايناز يدي فوسفيت للفركتوز بروتين كايناز يبقى يدي فوسفيت لمين؟ للبروتين فده يعتبر طبعا بروتين كايناز اوكي؟ وفي نفس الوقت الكايناز اكتيفيتي بتحصل على مين؟ على التيروسين عشان كده بنسميها تيروسين كايناز وانا بفضل بروتين تيروسين كايناز ولو ان كتير بنستعمل كلمه تيروسين كايناز ونسكت انما بفضل نستعمل بروتين تيروسين كايناز ليه بقى؟ لان هل انا ممكن اعمل فوسفوريليشن للتيروسين اللي سايب ما هوش ماسك في حاجه؟ لا لازم يكون التيروسين جزء من البروتين لازم يكون جزء من بروتين عشان كده بنفضل التعبير بروتين تيروسين كايناز عن تيروسين كايناز والكلام ده الحقيقه سمعنا عنه من السنه اللي فاتت. اوكي؟ طيب وبعدين حصل فوسفوريليشن للتيروسين ريزيديوز اللي موجوده على البيتا سابيونت اللي بقول بنسميها اوتو فوسفوريليشن لان البيتا سابيونت هي على الفوسفوريليشن لنفسها. اوكي؟ وده بقول يؤدي الى ايه؟ ان اصبح ليها بروتين تيروسين كايناز اكتيفيتي البيتا سب يونت تقدر تعمل فوسفوريليشن لحاجات نعم تانية. طب الحاجات التانية اللي هعمل لها فوسفوريليشن هسميها ايه؟ هنسميها انسولين ريسبتور سبستريت. ليه هسميها انسولين ريسبتور سبستريت؟ لان مين اللي بيشتغل عليها؟ مين اللي بيعمل لها فوسفوريليشن؟ الانسولين ريسبتور. سوري. الانسولين كده البيتا سب يونت هي اللي بتعمل فوسفوريليشن لهذه السبستريت. طبعا احنا عارفين سبستريت يعني ايه؟ الماده اللي بتشتغل على الانزيم. اوكي؟ مين الانزيم هنا؟ الانسولين ريسبتور. فاذا الماده اللي هيشتغل عليها الانسولين ريسبتور هنسميه انسولين ريسبتور سبستريت. It is a substrate for the insulin receptor. وبنختصرها RRS. IRS 10 يعني انسولين ريسبتور سبستريت. دي المواد الانسولين ريسبتور هيعمل لها ايه؟ فوسفوريليشن. بايه؟ بالبروتين تيروسين كايناز اكتيفيتي بتاعته. بعد ما هو حصل له اوتو فوسفوريليشن نتيجه اتحاد الانسولين. واضح الكلام؟ طيب انا عندي كام نوع يا ترى من الانسولين ريسبتور سبستريت؟ في كام ماده هيشتغل عليها هذا الانسولين ريسبتور؟ اتليست في اربعه بنسميهم اي ار اس 1 اي ار اس 2 اي ار اس 3 اي ار اس 4 اتليست عندي اربعه انسولين ريسبتور سبستريت اوكي دول هيبقوا فوسفوريليت واما يبقى فوسفوريليت بقى يكملوا الاكشن بتاع يكملوا السيجنال بتاعتي اللي هو الانسولين ادت الى تغيرات بداية من phosphorylation of the receptor itself وبعدين phosphorylation of substrates for the receptor وبعدين في بقى cascade of effects بتسمع حاجات كتير تفصيلات كتير غير مطلوبة لك. اوكي؟ انا هدي هنا مثال ولو ان التفصيل غير مطلوب. الانسولين ريسبتور سبستريت نمرة واحد بيتحد مع كده بعد كده مع جروث ريسبتور بايندينج بروتين 2 كنت بقول الانسولين له بروتين انابوليك افكت وله جروث بروموتنج افكت فهو بيتحد مع جروث ريسبتور بايندينج بروتين 2 وده ينشط سيرين فيرولين كايناز المره دي بقى مش تيروسين كايناز ينشط الميتوجين اكتيفيتد بروتين كايناز اللي هو الناب كايناز وبعدين ده هيساعد على الدي ان اي سينثيسيس وعلى الار ان اي سينثيسيس يعني ترانسكريبشن اما ساعد على الدي ان اي سينثيسيس بزود السيل بروليفريشن ايوه فعلا الانسولين له سيل بروليفريتنج افكت
synthesis has happened, protein synthesis and cell differentiation. Okay? The fossil bone where mushroom. Where mushroom the fossil. Either way. عشان اللي بختار طبعا اللي بيختار هو اللي بيشتغل مين اللي بيشتغل هنا الانسولين ريسبتور مش كده فالانسولين ريسبتور اول حاجه يعمل اوتو فوسفوريليشن لنفسه وبعدين هو بعد كده قادر على فوسفوريليشن اوف تايروسين اللي موجود في كليات معينه اللي هي موجوده فين في الانسولين ريسبتور سبستريت يعني في سبستريتس معينه يشتغل عليها زي ما تقول الجلوكوكاينات هو انا بختار يشتغل على الجلوكوز ولا الفركتوز ولا المانوز مش انا اللي بختار هو اللي بيختار مش كده الانزيم هو اللي بيختار فهو هنا في سام انزيم اكشوالي يعني انت الريسبتور ده ما هو الانزيم بس كان ان اكتف قبل ما يحصل له اوتو فوسفوريليشن بعد ما اتحد مع الانسولين فأكتب حصل له أوتو فوسفوريليشن وما بقى أوتو فوسفوريليتد أصبح نوت تيروسين كايناز أكتيفيتي بروتين تيروسين كايناز أوكي فمش أنا اللي بختار المادة هي اللي بتختار هي اللي لها إنزيماتيك أكتيفيتي بتختار السبستريت بتاعها مفيش ليه هما كده مش لازم يكون عندنا هو في عندنا أربعة معروفين انما محتمل ان في انواع اخرى احنا ما نعرفهاش. هو ايه هو الانترسيبت سبستريت ايه يكون ايه هو من ايه؟ فيز البروتين فيز البروتين فعندي اربع انواع من البروتينات يشتغل عليها الانترسيبت. اوكي؟ اربع سبستريتس يشتغل عليها لا ما اعتمدش عشان كده هو شيء شبه ثابت وعشان كده بنسميها فلايت ما هو اذا كان بيعتمد على انه ميد الانسولين ما كانش يبقى ثابت وما كانش يبقى في حاجه اسمها فلايت يعني لو عندنا 20 ريفيو و10 ريفيو هم يعتبروا نفس الفلايت بالظبط يعني هيبقى 10 زي بالظبط كده يعني هما الاثنين يقلوا للنص في زمن واحد خمس دقائق افرض عندي مثلا 100 وحده انسولين في الدم بعد خمس دقائق الاقيهم كام؟ 50 بعد خمس دقائق كمان الاقيهم كام؟ 45 هتقف اوكي؟ ودي حاجه كمان زمان في ترانس الادويه برضه ليها فلايت لا لا دايما الجسم يكسره باستمرار هل انت محتاج الانسولين يبقى دايما موجود في الدم عندك؟ لا طبعا انت عاوزه انت ما يعمل سوبر بس كده او عندك امينو اسيد كتير كانت بروتينات كتير عندك امينو اسيد كتير عاوز تعمل لهم ميتابوليزم اوكي؟ انسولين ريسبتور سبستريت 2 انا مش هقول اقطع الصراع دي هنا خالص عشان نختصر الوقت هدي اكيد عليكم انما انسولين ريسبتور سبستريت نمره 2 اما يحصل له فوسفوريليشن يعمل بقى برضه كاسكيد اوف ايفنتس تؤدي فاينالي الى ايه؟ الى ترانسلوكيشن او جلوكوز ترانسبورتر الى البلازما ميمبرين الى اكتيفيشن اوف فوسفوبايستريز وبروتين فوسفاتيز زي ما خدنا قبل كده في الميتابوليزم والى جين ترانسكريبشن اوكي دي كلها تاثيرات للانسولين ريسبتور سبستريت بعد كده وتفصيلات الميكانيزم طبعا فيري كومبليكيتد جزء منها معروف وجزء مش معروف وما يلزمش نعرفها على اي حاجه انما اللي يلزم نعرفه او الصح نفتكره مش نعرفه لان ده مش جديد علينا الاكشن اوف انسولين على الكربوهيدرات وعلى الليبيد وعلى البروتين ميتابوليزم كل ده طبعا خدناه قبل كده ما فيهوش شيء جديد
خالص. كله أكيد. ها؟ مجرد بالإيجو تاني. مجرد بالفكر تاني. ليه؟ كمقدمة للعريس. الإنسولين بيعمل إيه في الجلوكوز؟ بيساعد على كل طرق استعمالات الجلوكوز. كل طرق استعمالات الجلوكوز. اللي هي تشمل الأبتيك، تشمل الأوكسيديشن، تشمل جلايكوجينيسيس، تشمل ليكوجينيسيس. كل دول الإنسولين بيزودهم. اوكي؟ ازاي بيساعد على الابتيك؟ زي ما قلنا زمان بانه بيزود الجلوكوز ترانسبورتر 4 بيوديه من داخل الخليه الى البلازما المبرين، وبالتالي بيساعد على ادخال الجلوكوز زي ما قلنا في المصل في الاديبوس تيشو في العظم. بيزود كمان الجلوكوكايز في الليفر. كل الاثنين دول بيساعدوا على الابتيك الجلوكوز باي سيلز. بيساعد على اكسديشن الجلوكوز سواء باي جلايكوليسيس او بالهكسوز مونوفوسفيت باث واي او باستكمالك جلايكوليسيس اللي هو بايروفيت اوكسيديشن. بيساعد على تحويل الجلوكوز الى جلايكوجين جلايكوجينيسيس. بيساعد على عن طريق طبعا تزويد مشروع الجلايكوجين سنتيز. بيساعد على ليكوجينيسيس تحويل الجلوكوز الى فاتس. لانه بيزود تو انزايم اللي هو اسيتيل كو اي كاربوكسيليز وفيتي اسيد سنتيز. وكل الاكشنز دي تفصيلاتها درست قبل كده في الكربوهيدرات الميتابوليز. طيب مش بس بيزود على استهلاك الجلوكوز، كمان بيقلل انتاج الجلوكوز. هو كيف ننتج الجلوكوز في الجسم يا ترى؟ بطريقتين، بتكسير الجلايكوجين وببناء الجلوكوز من النون كاربوهيدرات اللي هم الجلايكوجينوليسيس والجلوكوجينيسيس. الانسولين بيقلل الجلايكوجينوليسيس بانه بيقلل نشاط الجلايكوجين فوسفوريليز، وبيقلل الجلوكوجينيسيس كذلك بانه يقلل اكتيفيتي اوف ميني انزيمز فايروبيت كاربوكسيليز فوسفورين وفايروبيت كاربوكسي كاينيز فركتوز 6 بيسفوسفاتيز فركتوز 6 بيسفوسفاتيز وجلوكوز 6 فوسفاتيز. كل دول بيقلوا بالانسولين وبالتالي يقلل الجلوكوجينيسيس. يبقى هو بيزود استهلاك الجلوكوز، بيقلل انتاج الجلوكوز، يبقى الناتج العام ماركت هايبوغلايسيميا، ماركت هايبوغلايسيميا. طيب ايه تاثيره على الميتابوليزم؟ اول حاجه بيزود الليبوجينيسيس زي ما خدنا برضه زمان في الميتابوليزم، وزي ما قلنا من شويه انه بيزود الاسيت الكويتر والفاتي اسيد سنتيز، بيقلل الليبارز، بيقلل نشاط الهرمون سنسيتيفيتيز، بيزود الكوليسترول سنتيز لانه بيزود ال اتش ام جي كو ريدكتيز في انزيم الكوليسترول سنتيز. اما بيزود الليبوجينيسيس وبيقلل الليبوليسيس يؤدي الى ايه؟ انه يقلل الفري فاتي اسيد في الدم، يعني بيقلل الكيتوجينيسيس. بالتالي كونه بيزود الجلايكوليسيس في الكربوهيدرات الكابوليزم ويقلل الجلوكوجينيسيس يؤدي الى زياده الاوكسالواكسيتيز اللي هي بتساعد على الكيتوليسيس، يبقى كده كمان بيساعد على الكيتوليسيس. يعني بيقلل الكيتوجينيسيس وبيساعد على الكيتوليسيس. كمان زي ما قلنا قبل كده بيزود الكليرنس اوف كايلومايكرون ذا بي ال دي ال، لانه بيزود اشعار الليبوبروتين لفيز زي ما خدنا زمان. ايه تاثيره على البروتين ميتابوليزم؟ بيزود الابتيك وامينو اسيد بايتيسز، لان طبعا احنا ما خدناش البروتين قبل كده، انما هو عموما بيزود الابتيك وامينو اسيد بايتيسز، وبالتالي له جنرال بروتين انابوليك افكت. بيزود كمان الام ار ان اي والبروتين سينثيسيس في بعض التيشرز، وبالتالي بيزود تصنيع بعض الانزيمز، وبيقلل الام ار ان اي والبروتين سينثيسيس بتاع اذر انزيمز. يعني بيزود انتاج بعض الانزيمز، واحنا خدنا امثله اهو شويه. وبيقلل انتاج بعض الانزيمز. ان جنرالي له بروتين انابوليك افكت. ده التاثير العام على البروتين ميتابوليزم. كده احنا خلصنا الكلام عن الانسولين، ودي كلها كانت مقدمه للكلام عن الدايابيتس. دايابيتس ميلتس. اولا لازم نعرف يعني ايه دايابيتس. دايابيتس يعني انكريز
زيادة إفراز البول اسمه دايابيتس. هل الدايابيتس معناه في سكر في البول؟ لا. No. في دايابيتس ميليتس، ده اللي فيه زيادة سكر في البول، وفي دايابيتس انسيبيدس، ده ما فيهوش زيادة سكر في البول ولا حاجة. ده اللي هو ناتج نتيجة نقص الـ ADH، مش كده؟ وبالتالي بيزيد إنتاج البول كميات كبيرة جدا أكثر من دايابيتس ميليتس، بس ما فيهوش سكر. فكلمة دايابيتس كتير في مخكم معناها على طول مرض السكر، لا مش شرط. ولو إن لو قلت دايابيتس وسكت عادة أقصد دايابيتس ميليتس. يعني لو قلت الشخص ده دايابيتس، هل يا ترى أقصد أي نوع من الدايابيتس؟ لا، عادة أقصد دايابيتس. طيب الدايابيتس طبعا يعتبر سيندروم، يعني مجموعه من الاعراض تشمل هايبرجلايسيميا. بدايه بيزيد الجلوكوز في الدم، ده يؤدي الى ايه؟ الى جلوكوسيوريا، ينزل جلوكوز في اليورين، والجلوكوز وهو نازل في اليورين باي اوسموتيك باور يزود الحجم البول، يعمل بوليوريا لدايابيتس. وما يزيد حجم البول يقل السوائل في الجسم، يحصل ديهايدريشن، والشخص يبقى عطشان باستمرار وعاوز يشرب كتير، بوليديكسيا. بالإضافة في بوليديجيا ولوس اوف ويت. كل دول أعراض للدايابيتس. هايبرجلايسيميا، جلوكوسيوريا، بوليوريا، بوليديكسيا، بوليديجيا، أند ويت لوس. أوكي. الدايابيتس بنقسمها إلى نوعين رئيسيين، انسولين ديفيشنسي أو ريزيستنس ده نوع، وزيادة في الأنتي انسولين هرمونز ده نوع تاني. النوع اللي سببه انسولين ديفيشنسي أو ريزيستنس دول بنسميهم برايمري دايابيتس. النوع اللي سببه نقص في الأنتي انسولين هرمونز بنسميه سكندري دايابيتس. طب نبدأ بالأنتي انسولين هرمونز وأنا هأخلص الأهمية. مين هم اللي بيزيدوا ويعملوا دايابيتس؟ الكوشنج سيندروم اللي هو زيادة الإيه؟ الجلوكوكورتيكويدز والستيرويد ثيرابي، لأن هنا بستعمل جلوكوكورتيكويدز في العلاج، والجلوكوكورتيكويدز لهم نفس التأثير، ودول الاثنين مع بعض بنسميهم ستيرويد دايابيتس. ممكن كمان أكروميجالي نتيجة زيادة الجروث هرمون، ودي بنسميها بيتيتري دايابيتس، لان الاكروميجالي جلوكوز هرمون بيطلع من انتيرير بيتيتري جلاند برولاكتين. الفيوكروموسايتوما بتطلع ابينفرين ونور ابينفرين نتيجه ادرينال دايلر تيومر اللي هو الفيوكروموسايتوما، اكيد ادرينال دايلر تيومر، وده بيطلع ابينفرين كتير، والستريس كمان بيعمل لي ابينفرين كتير. وبالتالي ممكن يعمل لي دايابيتس على طول المدى. يعني الحاجات دي عشان يعملوا دايابيتس لازم ياخدوا وقت طويل. اوكي؟ دول السكندري دايابيتس. البرايمري بقى زي ما بقول يا اما انسولين ديفيشنسي او ريزيستنس. انسولين ديفيشنسي يعني ايه؟ يعني نقص في افراز الانسولين. نتيجه ايه؟ ان ما عنديش بي سيلز فات. ما عنديش بي سيلز فات. اوكي؟ او ما عنديش بي سيلز خالص. وبالتالي هيقل افراز الانسولين او هيبقى مفيش افراز للانسولين. او انسولين ديفيستنس. يا ترى مين مور سيريس؟ ان مفيش انسولين ولا في انسولين ريزيستنس؟ على طول في مخكم الانسولين ريزيستنس. ليه بقى؟ لان انتوا مفهومكم عن الانسولين ريزيستنس مقلوب. ها؟ غير صحيح. ايه هو الانسولين ريزيستنس؟ بعد على كل انسولين ريزيستنس معناها ان الراجل ده لا او الست دي لا تستجيب للانسولين. مش ده المقصود بالانسولين ريزيستنس. انسولين ريزيستنس المقصود بيها ان استجابه الشخص للانسولين اقل من الطبيعي. مفهوم؟ خد بالك بقى كويس. تاني انسولين ريزيستنس معناها ايه؟ معناها استجابه الشخص للانسولين اقل من الطبيعي. وليس معناها انه لا يستجيب للانسولين. لان لو كان معناها فعلا
الميه. بصفه عامه الهيباتيتس بتصيب من 3 الى 10% in different population. يعني في ناس عندهم الهيباتيتس منتشر اكثر وده يشمل المصريين. يعني احنا عندنا ما مدى انتشار الهيباتيتس حوالي 10%. 10% من البوبيليشن بتاعنا عندهم دايبيتس. نعم في بوبيليشنز اخرى في ناس تانيين نسبة الدايبيتس عندهم 3% بس. وفي ان بتوين بقى. اوكي؟ طيب بصرف النظر هل هو انسولين ديفيشنسي او ريزيستنس؟ دايما بيبقى في نقص في الريشيو بين انسولين اند جلوكاجون. واحنا بنقسم الدايبيتس الى 3 انواع رئيسية. تايب 1 وتايب 2 ودول النوعين الرئيسيين في الواقع. تايب 3 ده نوع ثالث هو في الواقع نوع من تايب 2. تايب 1 وبنكتبها كده ارابيك نيومرال 1. زمان بنكتبها 1 رومان. لا دلوقتي بنكتبها 1 ارابيك نيومرال الارقام العربيه. ده ال 1 بالطريقه العربيه. دي نمبر 1 بالطريقه الرومانيه تايب 1. اوكي؟ زمان كنا بنسميها تايب 1 بالروماني دلوقتي بالعربي. اوكي؟ كمان زمان كنا بنسميها انسولين ديبندنت دايبيتس ميلتس اي دي دي ام. انسولين ديبندنت دايبيتس ميلتس. زي ما هنشوف دلوقتي هذا النوع لازم ياخد انسولين لنفسه. ما ينفعوش اي حاجه ثانيه. تايب 1 ده لازم ياخد انسولين. عشان كده زمان كنا بنسميه انسولين ديبندنت دايبيتس ميلتس. لأن ما عنديش انسولين خاص فلازم ياخد انسولين كعادي. تايب 2 بقى برضه ارابيك هيومر زمان كنا بنكتبه رومان هو هو اللي زمان كنا برضه بنسميه نون انسولين ديبندنت دايبيتس ميلتس ان اي دي ام. اوكي؟ المفروض الاسماء دي بقى تختفي الحقيقه انما ما زالت مستعمله فعشان كده لازم نقولها. نون انسولين ديبندنت ليه؟ لان ده ممكن قوي يستجيب للاورال هايبوجلايسيميك دراج زي ايه احنا لسه قايلين شويه زي السالفونيديوريا. قلنا السالفونيديوريا دول بيعملوا ايه؟ بيعملوا جلوكوز بيقتلوا البوتاسيوم شانل وبالتالي بيعملوا هايبوكولورايزيشن ويأثروا على الموتيفيتد كالسيوم شانل. اوكي؟ طيب في نوع ثالث بقى هو في الواقع نوع من تايب 2 اللي هو جيستيشنال دايبيتس. كلمة جيستيشنال يعني ايه يا ولاد؟ يعني ريليت تو بريجنسي. جيستيشن تساوي بريجنسي. لما اقول جيستيشنال دايبيتس يعني ذا دايبيتس ذات ديفلوبس ديورينج بريجنسي. اما يحصل دايبيتس اثناء الحمل بنسميها جيستيشنال دايبيتس. ليه سميناها كده؟ لانها ظهرت اثناء الحمل. طب اشمعنى ظهرت اثناء الحمل؟ لأن الحمل ظهر ستريس والستريس بيزود احتمالات الدايبيتس بس فيري سيمبل. اوكي؟ يعني الحمل يزود ريكوايرمنت فور انسولين وبالتالي لو الواحد عنده نقص وزني في الانسولين زي التايب 2 دايبيتس هيظهر عنده هذا الدايبيتس. طب يا ترى الجستيشن الدايبيتس ده بعد ما الست تولد يظهر عندها دايبيتس؟ احيانا احيانا حسب الحال ممكن اعمل كده وترجع طبيعي بس هو اذا انا لازم ساين لازم ينبهني ان الست دي لازم تنتبه ان دي معرضه لها دايبيتس لو ما انتبهتش لو سابت نفسها تاكل زي ما هي عايزه وطبعا في ستات كتير بيعملوا كده بالاخص مع الرضاعه لان طبعا الاكل كتير بيزود الرضاعه فتاخدها حاجة وتاكل كتير على حاجة كويسة عشان مصحة الفيديو بقى كويس انما لازم تكون منتبهة كويس. اوكي؟ طيب في حاجة اسمها كرونز دايبيتس. دي بتحصل نتيجة ايه؟ الناس اللي عندهم حديد كتير اكسسيف ايرن اللي عندهم هيموكروماتوسيس اكسسيف ديبوزيشن اوف ايرن على البي سيلز بيموت البي سيلز ويعمل لي برونز دايبيتس. وليه بيسموها برونز دايبيتس؟ لان الايرن سيلز ديبوزيت كمان عنده ذا سكين وبيديني برونز كالاريشن اوف ذا سكين. في برونز كالاريشن اوف ذا سكين وفي
has to like